معكم هبة حمدي. نحن الآن في منطقة الساحل برود الفرج، هنستعرض مع حضراتكم أسعار البلح، أنواع البلح إيه، مع أحد التجار. طبعا شعبة العطارة بالغرفة التجارية كان قايل ومحذر إن صحيح إن الأسعار ارتفعت، ولكن بنسبة من 5-15% فقط. هنعرف الكلام ده، أخبار الأسعار إيه، مع أحد التجار، وهنشوف الكلام ده صحيح ولا لا. أهلا بيك، نتعرف بيك الأول. اسمك إيه؟ سامة حمدي. ممكن تورينا بقى، تقول لنا الأول أنواع البلح وأسعاره إيه؟ هنبدا بايه؟ شوف انت عايز تبدا بايه. صلى على النبي. ايه الصوت السريع؟ الحاجه دي اسمها سكوتي دايه. اسمها ايه؟ سكوتي دايه، حاجه بلدي. لا قول تاني الاسم. سكوتي بلدي. سكوتي بلدي. اه طب ممكن نشوف البلح. اه ايه الكاميرا بس تجيبها. ايه البلحه دي بقى؟ دي ناشفه شويه. ناشفه. ما هو بيتدفن في الرمل عشان ينشف. سعرها ايه كيلو؟ بقول للزبون 18 جنيه، بتوصل مثلا 15-14. يعني انت ثواني بس، السعر كام؟ انت قلت لي كام رقم دلوقتي؟ 18 جنيه. 18 ولا 14 ولا ايه؟ بقول لك 18 جنيه، بوصل للزبون ل 15 جنيه قدام. يعني ممكن لو تريحوا في السعر يعني. طب انت ليه بتعلي في الاول ما تقول 15 على طول؟ يا جماعه ما حدش يقول الحرب، احنا اتأثرنا بالاسعار. ماشي، ما هو اصلا هو وقع علينا غير، واحنا بندفع عليها بقى مواصلات ورجاله وشغلانه. تمام، بس حاجه بسيطه وسعر. يعني هتزود حاجه بسيطه، مش هترفع قوي يعني. جنيه. تمام، يعني هو ب 14 ولا ب 18؟ ماشي، انا هقول ب 15 جنيه. ب 15 جنيه، ماشي. ده مناسب لايه بقى؟ للخشاف مثلا؟ بل وفي بلح في الميه لبن. او في اللبن او في كده يعني. في بلح لبن. طب وريني ايه اللي عندك. انا مغطيه بس عشان الشمس. معلش ضويقه عشان الشمس ما تسيحوش. بص، ده بلح لبن. بلح لبن. ده بقى اللي بيتحط في اللبن. ده بكام ده؟ ده بلح. الكيلو بكام؟ بص. اسمه ايه؟ بلح لبن. بلح. شاميه بيضه. بكام ده؟ ده عامل 14 جنيه. 14 جنيه يعني زي التاني؟ طب امال ايه بقى نفس الثمن يعني عادي؟ ما انا بص، البيعه كلها شلاها مزاد. ده ب 14 وده ب 15. بقول لك البيعه كلها شلاها مزاد لوحديها، يعني كله عادل. لو ضربته ربنا كرمني فيه ب 15 جنيه كسبان. مكسبك 5 جنيه. ما تغلوش، اصل هو قال لي في الاول 18. سيب 10 و 12 و 15 زي ما انت عاوز. انا عندي بلح ب 8 جنيه النهارده. ف 2022 جنيه. عندي بلح ب 8 جنيه. طيب وريني. وعندي بلح ب 30. ب 38 ايه اللي انا عندي ب 8 وعندي ب 30 جنيه، بس كل اسعار كل بلح يختلف عن بعض. كل نوع بلح يختلف عن ايه؟ طب وريني انواع ثانيه غير اللي هو اللبن، وريني زي ما انت عاوز. وريني. طيب ده ايه بقى؟ اسمه ايه؟ برطموده. برطموده؟ برطموده فيها لحمه. دي ما فيهاش لحمه. ده للبن. ده بلح لبن. دي فيها لحمه. دي فيها. ده ممكن اكله ايه؟ ده خشاف. بتعمل في ميه وفي شاي ولبن وكله. ده كيلو بكام؟ ده ب 17. ده احسن من ده شويه يعني، ده ب 15 وده ب 17. حاطط عندك السعر وليه مش مسمي؟ هو خاف منه، مش هيجي. هيخاف منك؟ هو هيشوف اللي هو. ليه انت هتقول سعر غير اللي مكتوب؟ طب ما انت برضه هتقول له. هو بقى يا اما انا اكتب له على اليافطه كده، بحدد له البلح اللي هو اللي انا عايزها ابيعها له. ماشي، احدد له البلح اللي انا عايزها ابيعها له وغاز. لكن هو بقى اما يجي فاصلني في جنيه في نص بتاع يبقى مستريح، وانا هبقى مستريح. ليه مش بتسموا البلح يعني؟ في انواع كده يقول لك زي ما هو قال في قبل التسجيل، بلح محمد صلاح، البلح الاوكراني، البلح الروسي. ده بس الحاجات دي بتجذب الزبون برضه. هو ماشي لما يلاقي. لا لا لا. النخل ليه؟ البلح ده ليه احترامه، خلي بالك زي اي حاجه. البلح ليه احترامه. ماشي، ليه احترامه. ده اول حاجه بنعملها، ده سنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه احترامه. صحيح، ما بلاش مثلا فبنستخف بيه او ان احنا نحط الاسماء دي. انت ضد الكلام ده. هو دي اصلا الاسماء بتاعته. كل بلح اسماء اللي انتوا بتقولوها دلوقتي. لا كل الاسماء دي اسماء. بس الناس مش فاهمه الانواع دي، لما تحطها تقول لك ايه انا مش فاهم. شبيه حمرا وبنديلة وسبع سنين ثمان سنين اللي بيتاجر. في ناس بتتاجر مثلا ب 10 شكايه، في ناس الصلاة على النبي بتتاجر بمحلات كبيره. في ناس على قد كده، كل واحد كل مرغوط على قد كده. صح. ايه تاني برضو الانواع اللي عندك؟ هات البيضه دي. هات البيضه دي. الدوايه والبيضه دي. لا البيضه دي طبعا. مش هتوريني كل حاجه، وريني اللي هو المختلف بس عن الله. ما شاء الله. ده اسمه ايه؟ دي شاميه. ده بلح. البيضه دي ده نورك. ده اللي هو بلح لبن. ده بلح شاميه. ده بقول لك يا عم، شاميه على نشتري. ده ايه؟
شمية بس طويلة فايرة. ده طويل. ده مناسب لإيه طيب؟ بقول لك صلى على النبي، صلى على النبي. فوق لبن برضو؟ ده ما فيهوش لحم زي ما أنت قلت. فوق ده كله. في شوية. فوق ده كله اللي إحنا بنحكيه وأسعار البلح واسمه وطعمه ولونه، هي الدنيا غالية. حتى في البلح. أيوة غالية، بس أنتوا ما تغلوش أكتر من كده. صلى على النبي. البلح دي دي بس لو انت مثلا ليكي في البلح دي، البلحه دي فسكر الدنيا يعني، دي مسكره. مسكره سكر الدنيا. ممكن بس انا ممكن ابيعها ب 20 جنيه للزبون. دي البلحه دي نستخدمها في ايه؟ شكلها غريب قوي. صغيره. دي بلح تسالي. تسالي معلب. اسمه بلح تسالي. ده بكام كيلو؟ بكام انا ممكن ابيعها ب 20 جنيه، وممكن لو واحد لله كده هياخد 10 كيلو باكل وباعها له ب 10 جنيه. يعني انت بمزاجك بتبيع؟ لا مش بمزاجي. امال ايه؟ البلح هي اللي تحكم. البلح هي اللي تحكم من العسل اللي فيها، ممكن تكون احسن من اللي بره. يعني عشان هي بلحه معسله تبقى لي شويه بقى لي ب 10 شويه بقى لي 20. ممكن انا ببيع للراجل غلبان على كيف انا. دي النظيفه بتاعتها. دي النظيفه بتاعتها. طب تجيب كيلو كام طيب منها؟ ب 10 جنيه. جيب 10. عاوز لك الشوال دلوقتي. دي بلح الغلابه. انت لسه قايل ب 20؟ دي بلح الغلابه. بلح الغلابه. لو انا عايز ابيع لواحد مثلا لابس بدله وبتاع العسل اللي فيها ابيعها له ب 20 جنيه وياخدها مني. يعني انت بالغلبان هتبيعها ب 10 وللي لابس بدله هتبيعها ب 20، ينفع الكلام ده يعني؟ يعني انت بتقولها علني كده؟ هقول لك ايه طيب. يعني انت بتبيع بمزاجك الكلام ده؟ احنا مش عايزين، انت بتغلي ليه على الناس؟ احنا مش بدان. احنا ما بنقولكش ما ترفعش السعر، ارفع السعر بس حاجه بسيطه. والله العظيم لكن ان انت تقول لي ان ده بيتباع ب 10 وانا لا ابيعه بتاع البدله ب 20، انت كده معاه فلوس. معاه فلوس؟ يعني عشان هو معاه فلوس تستغله يعني؟ لا انا مش مستغله، وهو عمره ما هياخدها مني ب 20 جنيه بس عشان الحلاوه بتاعته. استغله ليه؟ فانت تقول له خد دوق ودوق واحكم. وهو ما يعرفش. لو ديت معاها طبعا لو شفته هقول له. انا هفضل ماشي. وانا مصلحه ان انا ادي الراجل اللي انا زي حالاتي الشقيان زي حالاتي ب 10 جنيه 8 جنيه 9 جنيه 7 جنيه اما مبسوط. يعني معنى كده ان اسعار البلح اللي انت قلتها لي دي بتختلف، شكل الزبون عندك بيختلف. لا الزبون الغلبان تبقى له. لا البلح بقى البلح المعسله دي. طيب قول لي ايه تاني انواع البلح اللي عندك؟ خد دي هتوقعنا في غلط قدام هتوقعنا في غلط. بس انا بحب الراجل التعبان اللي زي حالاته والله. يعني انت بالمواطن البسيط بتخلي بالك منه. العظيم ما مستغل اي حد خلا ربنا. ربنا اللي يعلم. مش مشكله. والله في بلح غالي كتير، بس انا اقول لك على حاجه، انا عمري ما مستغل حد، واعوذ بالله ان انا استغل اي مخلوق خلق ربنا. بس الراجل البسيط زي انت لما تحس ان حد بيفاصل معاك بتريحه في السعر. بحس اللي هو ما معاش اللي هو يدفع. ممكن يفاصل في 10 كيلو مثلا في جنيه وهو مش عارف ان ال 10 كيلو فرقها 10 جنيه. بلح دي حلوه. دي بتاعت بورسعيد. دي بلح بورسعيد. ده بكام الكيلو؟ ده ب 20. ده اغلى، ده اغلى من اللي فات كلهم. ده بلح بورسعيد. ايه المميز فيه يعني؟ مفيهاش قشره. ما فيهاش قشره. دي بلح ملس ما فيهاش قشره. النخله بتاعتها ما بتجيبهاش الا كده. بس جميله البلح دي على فكره. يعني انا لو هاخد لبيتي وهاخد واوزع مثلا هاخد من البلح دي والله جميله يعني. وبلحه فاتحه مش زي اللي هناك غامقه. طيب امال ايه البلح الاسود ده بقى؟ ده ملكابي اسود. اسمه ايه؟ ملكابي اسود. ملكابي اسود. في منه الطويل وفي منه الرفيع. ممكن افتح واحده؟ افتح واحده. اتفضل اتفضل. هي ناشفه شويه. فضل. ساعدني فضل. طيب الحاجه دي جت فيها مين؟ حاجه تاجره برضو؟ بص ناشفه برضو. البلح بتكسر بالزبادي. لو حطه في الزبادي البلح ب 7 جنيه ونص البلح. والله انا بيعها ب 7 ونص بس. على فكرة معسلة جدا يعني. جميل. بكام طيب؟ قولي بكام الكيلو منها دي؟ الكيلو ده عامل 18 جنيه يا حاج. بكام الكيلو منها؟ 18 برضه ده من البلح الحلو. بس البلحة السودة دي بتختلف عن ايه عن البلحة الفاتحة؟ انا بحس ان انا بميل اكتر للفاتحة. ربنا بقى خلقها واحدة سودة وواحدة بيضة. معسلة. ما هي فعلا معسلة. حط في الحليب. من غير سكر. هم ما بيحبوش يحطوا الانواع البلح او الاسامي اللي هي المنتشره دلوقتي. لا اسمها محمد صلاح مش عارفه بلح اسمه ايه. الكلام ده بيتريق على البلح، والبلح ليه قدسيته يعني. ليه احترام وكده. ده سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان يحترم حاجه له في تربيه. لا عندك حق. كل الناس اللي ليها اسم اسامي عزيزه جلال ومحمد صلاح والناس دي كلها دي شهره. وناس عاقله وليالي عيله. انا بشكركم كل سنه وانتم طيبين، وبشكر جميع المتابعين. والى اللقاء.